هل تعتبرون أن ما تقوم به إسرائيل هو جرائم حرب؟ أنا لست محاميا ولكن هناك محكمة جنائية دولية ستتولى التحقيق وعدة بلدان طلبت من المحكمة الجنائية الدولية فتح قضية بالتأكيد. هل موقف الاتحاد الأوروبي أن ما قامت به حماس في 7 أكتوبر جرائم حرب؟ نعم نحن نعتبر ذلك جرائم حرب لأنه قتل المدنيين بشكل واضح من دون أي سبب، قتلهم فقط لأنهم كانوا هناك ليس لسبب آخر. لكن سيد بوريل، قلت للتو عندما سألتك عن إسرائيل أنك لست محاميا، فكيف يكون هذا الوضوح في اتهامك لحماس أنها قامت بجرائم حرب، وعندما أسألك عن إسرائيل تقول أنا لست محاميا كما يقول ساسة غربيون كثر؟ ولهذا السبب كثيرون يتهمونكم بازدواجية معايير واضحة. كلا، ليس لدينا ازدواجية معايير. نحن نريد أن نستند إلى مبادئ. في حالة ما رأيت أنا شخصيا، نعم يمكن أن يرقى ذلك إلى مستوى جرائم حرب، لكن مرة أخرى أنت محق، يجب أن نترك المحكمة الجنائية الدولية أن تقرر ذلك.